focusing on hypoglycemia, which is reduction of plasma glucose. And we have said yesterday that this is actually either in diabetes, patient with diabetes, and because here mostly medications. So either the patient is already complaining of diabetes, whether type 1 or type 2, and in this situation, mostly the hypoglycemia will be due to medications, especially insulin, and I will tell you about the medications commonly cause hypoglycemia in the next lectures. But at the same time, some patients who present with a presumed hypoglycemia, ركزوا على presumed, مفترض hypoglycemia, يعني هو يجيب لك سكرين زين. احنا yesterday we have said that prior to investigation, you should be sure that this is actually hypoglycemia. How can we do that? How can we be sure that this is actually hypoglycemia? تعال نسوي جروب سيرم دكتور، هذا السؤال اللي قلناه. Excellent إبراهيم عماد. This is the Whopper's triad. يجيك واحد يقول لك أنا الدكتور سكري ينزل، يطلع هو أصلا ما عنده سكر، يعني مو هايبوغلاسيميا، يطلع سكره 90 بس هو يتصور أنه هايبوغلاسيميا. فلازم مثل ما قلنا الوبر ترايد انه عنده سيمتومز سجستيف والبلازما جلوكوز لو ويصير ريسبونس تو جلوكوز لود. ف again the hypoglycemia as I said it is either in diabetes but sometimes the patient does not have diabetes وهاي اللي احنا خلينا نسميها السبونتينيوس هايبوغلاسيميا. هذا اللي الموضوع الاخر اللي هو نركز عليه اليوم انه هايبو in not diabetic patient, non diabetic patient. In general طبعا the cause of hypoglycemia اسباب انخفاض مستوى السكر في الدم ايضا احنا نقسمها انه فاستنج يعني المريض ما ماكل يعني مثلا الصبح يطلع يعني فاستنج بدون اكل صار عنده hypoglycemia. And this occur mainly due to medications and on the top of this insulin therapy, sulfonylurea, الكحول, ethanol and other medications. Patient with a critical illness اللي عنده hepatic failure اللي عنده kidney adrenal failure cardiovascular failure اللي عنده severe illness تشوف ايضا سكره هابط due to احنا نسميها critical illness هذا this is another cause sepsis severe sepsis also cause hypoglycemia hormone deficiencies like the cortisol as we discussed in adrenal insufficiency growth hormone deficiency which is occur in hypopituitarism which cause also hypoglycemia. اوكي اندوجينوس هايبر انسولينزم هنا هو اللي انا دا اقصد به انه البيشنت ما عنده دايابيتس اند كم وذ تيبيكال هايبوغلايسيميا كملت له انت لوبل ترايل اجاك سكره دخل انت شنت كول طوارئ اجاك بيشنت جاي بي جماعه بالشارع واقع سكره هو انكونشس اجيت قبل على الاكزامينيشن صاحبت له بلاد انفستيجيشن طلع السكر اجاك 25 ملي جرام وانت من تفحصه تفحص ضغطه شفت انه جسمه كله سويتي وكان تكيكارديا فهي تيبيكال فيتشرز اوف هايبوغلايسيميا بالبيتيشن يعني وال يعني اكتيفيشن اوف ذا نيرفس سيستم سيمباتيك نيرفس سيستم سويتنج بلاد جلوكوز اجاك رجع له 25 ملغ خليت له جلوكوز راسا ذا بيشنت ريجين كونشسنس راسا فتح عينه وقعد هذا ووبلز معناها عنده سكر ما عنده سكر تاخذ تشرب كحول لا تاخذ كل الاسباب اللي قبل ذكرناها ماكو ايفيدنس هنا تفكر بالاندوجينوس هايبر انسولينزم اللي احنا نقصد به انه اكو اندوجينوس انسولين اكو انسولين دي يطلع من الجسم فروم ذا بودي انترنال اندوجينوس انسولين موست فروم ذا بيتا سيل باي تيومر نسميها انسولينوما هذا رير هذا رير طبعا او انسولين جاي فروم اذر اكتوبيك سورس مثلا فروم يعني other tumor not necessarily from the beta cells أو non beta cell tumor مثلا يسموها mesenchymal tumors أو عند rarely ما يسمى بالautoimmune insulin syndrome أنت فقط يعني هو هذا المهم insulinoma هذه كلها can cause fasting hypoglycemia okay مرات عندنا ما يسمى بالreactive postprandial hypoglycemia يقول لك أنا دكتور أكلت ريجت ما أكل كل شيء يعني حتى جزء ما أكل حلويات وورا ساعة ساعتين أصلاً صار عندها هايبوغلايسيميا هاي نسميها رياكتيف أو تسمى بالبوست برانديال هايبوغلايسيميا this is occur more mostly in patient post gastrectomy
اللي مسوي عمليات رفع المعدة أو اللي مسوي قص المعدة. مثلا واحد خلينا نقول بالبداية هذه مثلا عنده سي أي برونكا سي أي ستومك ومسوي سيرجري، أو لا وان أوبيس وومن ومسوي برياتريك سيرجري. برياتريك اللي هي the surgery which is done primarily for reduction of body weight. دول يصير عندهم رياكتيف هايبوغلايسيما عادة. ليش؟ لأنهم ياخذون هاي جلوكوز، دول ياكلون بشكل مثلا سكريات، راح يصير رابيد انسولين سكريشن، يصير رابيد امتينج، فما لحق الانسولين فيصير هايبوغلايسيميا. ممكن طبعا sometimes idiopathic hypoglycemia، لكن ان دايبتيك بيشنت اذا نجي ناس اللي عندهم سكر ليش يصيرون هايبوغلايسيميا؟ اما هو ناسي وجبه مالته مست اور ديليت مير، مو ماكل الاكل مالته، ضارب انسولين مثلا، ماخذ الحبايه وطلع الشغله بسرعه، هذا لازم ننبههم. هذا هو هذا الموست كومن طبعا، انه اكو عندهم مست ميل اور ديليت ميل او انيوجوال اكسرسايز، مثلا صار عنده جهد زايد، ها ممكن هايبوغلايسيميا. كحول، يشرب كحول، او عنده ايرور ان ذا اورال هايبوغلايسيميك ايجنت اور انسولين دوز اور سكيدجول، ما مرتب الجرعة مالته بشكل صحيح، poorly designed insulin regime. هذه كلها ممكن. أيضا lipo hypertrophy at the injection site causing variable insulin absorption. gastroparesis due to autonomic neuropathy. كلها هذه كلها حتى نذكر the causes of hypoglycemia in patients with diabetes. mal absorption ممكن هو type 1 وصار hypoglycemia ثكر either with adrenal insufficiency هم صروي type 1 مثل ما ذكرناها بالpolyglandular failure، أو عند celiac disease. celiac disease هو أيضا autoimmune disease can occur in patients with diabetes and characterized by malabsorption which may lead to hypoglycemia. What are the risk factors for severe hypoglycemia؟ شو الريسك فاكتورز؟ ناس اللي هم strict glycemic control أو عندهم impaired awareness of hypoglycemia، very young or very elderly أيضا، هذا risk factors. Those with increasing duration of diabetes during sleep, the hypoglycemia can occur, and kidney impairment and exercise. These are risk factors that make the patient with diabetes liable for hypoglycemia. How can we approach hypoglycemia? طبعا patient with diabetes هذه this is usually كلير انه عنده هايبوغلايسيميا، نوقف الميديكيشن اللي ياخذها، نسوي له فولو اب، ومرات يحتاج ادمشن هوسبيتال ونغير له بالسكيدجول مالته. لكن اللي يجينا اللي هو ما عنده دايبيتس اللي قلنا سميناها سبونتينيوس هايبوغلايسيميا، طبعا نورمال بلاد جلوكوز كونستريشن ميجرد ديورينج سيمبتومز وذر بوسبرانديل اور فاستينج اليمينيت ذا نيد فور فيردر ايفالويشن. إجاك قال لك دكتور أنا سكري هابط، الحقني تعبان وراح أموت وكلش هابط، رأساً أنت تدخل تسوي لك جلوكوز تلقاه 95، إذا هذا انتهى الموضوع، هذا مو هايبوغلايسيميا. نقول له لا، ما عندك هايبوغلايسيميا، ما يحتاج أي إنفستيجيشن. إذا هو إجاك تيبيكال سيمبتومز اللي هو يدعي إنه عنده هايبوغلايسيميا، فمباشرة إذا طلع نورمال this will eliminate، راح يلغي الحاجة إلى فحوصات أخرى، انتهت. وبالعكس إذا بيشنت إجانا بالطوارئ وشفناه إنه فعلاً تيبيكال صار عنده فتح احتمال سويتي تاكيكارديا، شيكنا الجلوكوز طلع عنده 25، طلع عنده سكر 30، هذا بعد انتهى الموضوع، هذا هايبوغلايسيميا، this is documented، فرأسا أسحب للإنفستيجيشن اللي أنا أحتاجها. The results may obviate the need for prolonged fasting. هذا اللي سهلين، هذا وهذا اللي عنده typical symptoms واللي طلع normal، لكن المشكلة باللي هم اللي يجوك وانت ما عندك evidence إنه هذا هايبوغلايسيميا. مثل ما قلنا one is to confirm the hypoglycemia is the cause of symptoms، وهذه قلنا عليها نطبق الوبلز ترايد. بعد لكن اذا ما صار، اذا ما عندنا هذا الايفيدنس، ممكن احنا البيشنت اذا هو ريكرنت هايبوغلايسيميا واحنا وي وونت تو دايجنوز، نريد نشخص الحاله، راح ممكن نسوي له prolonged fasting test، يعني راح نصومه ونشوف يصير له ما يصير. طبعا سابقا كان هو يسوي لمده 72 ساعه، بس احنا ندخل مستشفى ونسوي له فاستنج الى ان يصير عنده سيمبتومز او الى انه الجلوكوز ما تنزل. من ينزل السكر طبعا نسوي له انفستيجيشن. فالبيشنت هاز سيمبتومز اوف هايبوغلايسيميا، حكيناها لو بلاد جلوكوز سكره نازل، ميجر ات ذا تايم اوف ذا سيمبتومز، والسيمبتومز ريزولفد اون كوركشن، هذا اللي قلنا بالترايز، راح اسوي له الانفستيجيشن اثناء الاتاك. هو ميلي
الانسولين سيرم انسولين والسي بيبتايد. اذا بوث اليفيتد this is usually caused by insulinoma not mostly or sulfonylurea ماخذ ادويه sulfonylurea او عند other medications. اذا بوث ار لو ثنائيتهم لو لا ما له علاقه بالبيتا سيرم لا ياخذ الكحول ياخذ medications وبقيه الكوزز. اذا الانسولين عالي والسيببتايد لو هذا معناها هو ماخذ انسولين انجكشن مو اندوجينوس. فالفكره سهله حكيناها باول محاضره انت تباوع السيببتايد تباوع السيببتايد. اذا السيببتايد عندك عالي والانسولين عالي معناها هذا اندوجينوس جاي جوا من البيتا سيل هذا معناها مو اكزوجينوس ممكن يكون تيومر. لكن اذا السيببتايد لا طلع عندك هاي والانسولين بوث ار هاي سوري اذا كان الانسولين السيببتايد كان هاي هذا قلنا اندوجينوس. اذا السيببتايد لو شو معناها معناها هذا اكزوجينوس بس الانسولين عالي معناها يجي فروم اوتسايد انجكشن. بس البيتا سيل ما تفرز سيببتايد اللي هي مثل ما سميناها هي سوريجيت for endogenous beta cell secretion. إذا ثانهم لو الموضوع ما له علاقة بالإنسولين يأخذ أدوية احتمال أو عند other condition like endocrine disease. The management for of hypoglycemia طبعا acute the management should be initiated as soon as possible especially in severe hypoglycemia which need assistance and we should initiate intravenous dextrose 20%. It is effective in short term and should be followed with oral CARB or my UI. يعني. ف mild اللي هو حسب السيمتومز اي patient عندها hypoglycemia سواء كان diabetic or non-diabetic فالنصحة تقول ياكل fast acting CARB تقريبا 10 الى 15 غرام شنو موجود عنده شكر حلويات اي شيء بسكرات يخليه ما يشكر ويشربه 15 غرام. إذا سيفير كان البيشنت انكونشس أو سيمي كونشس طبعا يحتاج أنه بارنترال ثيرابي اللي هو قلنا 20% ديكستروز أو جلوكاغون هذا يستخدم مؤقتا جلوكاغون حتى يرفع السكر وبعدين تكمل بالكارب. أوكي فهذا أيضا التابل فروم ديفيدسون فروم يور تكست بوك يوصي باليو كي إذا كان الجلوكوز أقل من 4 مليمول اللي كنا أضربها في 18 يطلع 72 مليغرام يعتبر هي هذا الليفل اللي وي شود تريت هايبوغلايسيميا. وقلنا نعتمد على السيفيريتي ممكن نعطي اورال مثل ما قلنا كمثال انه يشرب محلول الجلوكوز او كونفكشنري حلويات بقلاوه اي شيء مهمه حلوه اكو حبوب سكر يسموه دكستروز يعني او جلوكوز تاب خاصه او كلش طبعا شرب عصير لوكا زيت هذا معروف أوتسايد قديم يعني أو تنطيش يعني مشروب أو عصير برتقال إذا كلش الأمور أدفر قبل على المطبخ خلي له 4 خواشيك هيبت تيسبون يعني ملعقة شاي متلتلة مع الشكر وأخوتها بالماء ورأس نشرب الهياء وأتشيك ولا ربع ساعة طبعا إذا بقى المريض أعيد للجسمه الموضوع طبعا إذا هو كان unconscious أكيد إحنا كنا قبل شوية قلنا نعطي IM glucagon أو نعطي جلوكوز 20% قبل كان نقول 50% هسه لا يقول لك 20% كافي جلوكوز infusion ويحتاجون follow up طبعا يحتاجون follow up يعني ما طلع خاصة اللي هو يأخذون إنهم يأخذون medications راح يدخل مستشفى وسيلو follow up لأنه حتى إذا هو regain consciousness ممكن ورا شوية يرجع يصير عندها hypoglycemia فمو طلع رأسا حتى إذا قام قلت لك أنا ما بيشي لا تبقي لأنه ممكن the recurrence ممكن يصير عندك خلال ساعات. أوكي إذا إحنا سويناهم طبعا patient وطلع عند الوبولترايد أوكي وطلع عنده هاي يعني السيببتايد عالي هذا موضوع آخر قلنا قبل شوية هذا ما عنده مو دابتك وطلع عندي هاي سيببتايد معنى اندوجينوس وعنده هاي انسولين هنا بهيج حالة I should طبعاً after biochemical شو راح أسوي راح أسوي confirmation أدور على هذا الانسولينوما طبعاً مرات difficult to be found فهنا in this situation مثلاً نستخدم الـ MRI abdomen مثلاً
او مثلا ممكن مرات ما اشوفه بالامراي اكو نسوي لهم ما يسمى بالاندوسكوبيك الترا ساوند، هذا حتى يسوي لوكالايزيشن للانسولينوما. طبعا ايضا حاليا موضوع البتي سكان، اكو انواع من البتي سكان مثل نظامها الجاليوم الى اخره، هذا ايضا تمي ديتكت السمول انسولينوماز، هي فيري سمول جولي ميست باي تراديشنال ايمجينج ستدي. افتر ذا دايجنوستس طبعا اذا لقيت الماس انسولينوما يو شود ريفير ذا بيشنت تو سبيشال سيرجن لانه ديفيكال سيرجري. مرات ما نلقى فالمرض يحتاج ميديكيشن، فممكن احنا كرونيك ريكرنت هايبوغلايسيميا and insulin secreting tumors can be treated by diet. ممكن نعطيهم يعني، بس هذا طبعا مو حل، هذا فقط just to relieve the hypoglycemia. وممكن مرات نستخدم inhibitors of insulin secretion like the desoxide, thiazide, diuretics or somatostatin analogs اللي احنا ذكرناها بالأكروميجالي. لكن بالأخير we should resect the insulinoma. اوكي okay. اذا عندكم اي سؤال على الهايبوغلايسيميا قبل لا احول على الكرونيك كومبليكيشنز. دكتور يس yes. الانسولين الا استخدامه بغير الديابيتيك يعني يستخدموه؟ سو وي هاف ا كويستشن فروم ابراهيم ابراهيم عماد يسال انه طبعا هذا احنا ان شاء الله نناقشه بالمانجمنت اوف دايابيتس، لكن ان جنرال انسولين يوجولي indicated يعني very limited indication in cases of type 1 and type 2 diabetes and sometimes in cases that the cone of in case of hyperkalemia اذا ذكركم اياها. وطبعا يعني هذا السؤال شويه خوش سؤال حلو يعني، وايضا ممكن in cases of high level of triglyceride hyper triglyceridemia with pancreatitis، لكن انتم حفظوا type 1 type 2. Any other question? Okay, if none. أكو glucagon deficiency. طبعاً أتوقع بحالات البنكرياتكتومي اللي شال البنكرياس مالتهم ممكن. Yes. هذا rarely. يعني. هنا طبعا يحصل مشكلة لأنه هذا راح يصير عنده very severe hypo hyper ما راح يصير control، بس كأنه أكو طبعا أكو عندنا glucagonoma بالعكس أكو tumor يفرز glucagon، هذا هم very rare يعني إحنا ما نحكي بالرير حتى ما ندوكم به، طبعا نحكي أهم شيء أكو أذر من وراء في عيده بعد. أعتقد تفضل ماكو سؤال بعد دكتور، بس بالتايب 1 مثل هايبركاليميا انطي انسولين وجلوكوز دكستروز سوري بنفس الوقت مو بالهايبركاليميا؟ يس اكسلنت. بالهايبركاليميا وان اوف ذا مانجمنت، لانه نعرف احنا قلنا انه الانسولين يوجولي اكت تو هيلب ذا بوتاسيوم انترينج ذا سيلز، فننطي البوتاسيوم حتى يدخل البوتاسيوم بالسيلز، لكن في نفس الوقت اعطي جلوكوز حتى المريض ما يصير عنده هايبوغلايسيميا. صحيح. اوكي تحول على المحاضره الكرونيك كومبليكيشنز، هي طبعا صراحه محاضره طويله فلازم ايضا نتكلم اللي هي اليوم الموعد مالتها كرونيك كومبليكيشنز اوف دايابيتس. اوكي طبعا اوكي كرونيك كومبليكيشنز اوف دايابيتس we can classify these complications into either macrovascular and microvascular, dyslipidemia and diabetic foot in this lecture. Colon complications affect many organ system and it is responsible for the majority of morbidity and mortality associated with diabetes. مضاعفات السكر المزمنة chronic. Around 20 to 25% of patients with type 2 diabetes have evidence of established diabetic complications at the time of initial diagnosis. خاصة بالtype 2 ممكن هو يجيني for the first time with chronic complications. Okay? And it can be classified into vascular and non-vascular complications. The microvascular معناها الأوعية الدموية الدقيقة
It can affect the eye. We call it retinopathy or the neuropathy, sensory and motor, or autonomic, or nephropathy. So mainly the microvascular can be classified into retinopathy, neuropathy, and nephropathy. طبعا مع تفاصيلها. While the macrovascular, الأوعية الدموية, let's say الكبيرة مو الدقيقة, تعرفوها هي coronary artery disease, myocardial ischemia and infarction, peripheral arterial disease can cause claudication and ischemia, and cerebrovascular disease like can cause stroke. What about the non-vascular complications? Like it can affect the gastrointestinal and cause gastroparesis and diarrhea. Can affect the genitourinary, cause uropathy, ممكن يجونا atonic bladder, or sexual dysfunction, which is very common and very important to be tested or checked. It can cause low libido in male with diabetes, or ED, erectile dysfunction, and this is common. And you should always consider this as a part of history in patient with diabetes. Also, diabetes can cause some skin manifestation and rarely can cause severe infection like the rhinocerebral mucormycosis. شو اسمه هذا بالعربي؟ عفن الأسود؟ يس هذا اللي هم مخبصين به بالإعلام الفطر الأسود ومسوين هذا إعلامي أنه هذا مرض جديد. This is very, very well known. Rhinocerebral mucormycosis, which is occur in patient with immune deficiency. Any patient with immune deficiency, like those people, for example, with diabetes, مثل ما أنا ذكركم إياه بالمحاضرة, أو اللي يأخذون steroid therapy, usually maybe at high risk to develop rhinocerebral mucormycosis, which may be severe and may lead to death. So it should be detected early, and if it is managed early with antifungal therapy, this will lead to a cure of the patient, because it will invade the bone of this region, the nose, and even the brain, and can lead to severe infection. Cataract also can be caused by diabetes, glaucoma. Don't forget that diabetes can cause a wide variety of gingival teeth problems. فدائما احنا نصح المريض انت تناقش ويا السكر شلون سكرك نحكي وايد على الدايبيتس وعلى الجلوكوز وعلى الفولو اب بس بعدين اشوف شلون الشبكه مال عينك فحص عينك ولا what about your teeth شلون سنونك رحت فحصت شيكت سنونك الى اخره فننسى وايضا اهم شيء هو الفوت طبعا المكانيزم اوف كومبليكيشنز واي بيشنت وذ دايبيتس ديفلوب ذيس كومبليكيشنز اكو ماني ثيوريز من ضمنها طبعا مره رابعه زايد بس جاست تو منشن تو يو ون اوف ثيوريز ما تسمى بالايجز ثيوري انه يقول اكو انتراسيلولر جلوكوز تو ليد تو ذا فورميشن اوف ادفانسد جليكوسيليشن اند برودكتس ايجز فيا ذا نون انزيماتيك جليكوسيليشن اوف انترا اند اكسترا سيلولر بروتينز كلام نظري اباوت ذا ايجز و مرات أنا أشوف ناس يعني ما عنده شيء بالدايبيتس نورمال كنترول لكنه عنده كومبليكيشن هذا ممكن يكون جينيتيك ديترمنت فأكو أيضا دور للجينيتكس بالكومبليكيشنز بالإضافة طبعا إلى مثل ما قلنا البور كنترول. The excess mortality in diabetic patients is mainly caused by large blood vessel disease اللي طبعا account for 70% of death. The most common cause of death is myocardial infarction and stroke. هو هذا the most common cause of death. إذا تسألون شنو most common of death يعني for patient with diabetes هو cardiovascular disease. The pathological changes associated with atherosclerosis in patients with diabetes are similar to those seen in non-diabetic, but they occur earlier in life and more extensive and severe. يعني اللي عندها هايبرتنشن اللي عنده ديسبيديميا ايضا وما عنده دايبيتس ايضا يصير عنده اثيروسكلروسيس كباثولوجي تتشابه بالاثيروسكلروسيس لكن شنو اللي يفرق بالدايبيتس انه تكون تبدي ايرليير نشوفها بالدايبيتك بيشن وايضا تكون مور اكستنسيف اند سيفير طبعا هذه اللي تصير كلها خاصه بالمايكروفاسكولار
احنا نسميها مايكرو انجيوباثي ديزيز اوف ذا سمول بلاد فيسل اند ات از ا سبيسيفيك كومبليكيشن ان دايابيتس اند يوزوالي كونتريبيوت تو ذا مورتاليتي كوزينج كيدني فيلر اور نيفروباثي. The histopathological hallmark of diabetic microangiopathy is thickening of the capillary basement membrane, and this will increase the vascular permeability throughout the body. So it is just simple. Keep in your mind, it is easy. You have microangiopathy with diabetes. What is microangiopathy? It is the usually angiopathy due to thickening of capillary basement membrane. اوكي السكر صعد لفتره طويله اكو جينيتك اكو كومبليكيشن مع الوقت عندك المايكرو فيزلز اللي موجوده بالرتينا بالنيرفز بالكدني بقدر تشوش بيها تتخن ثيكنينج 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 اند ذس ويل ليد تو كومبليكيشن لايك يعني السج كيبت السج لا تعقد الموضوع. What are the causes of death in people with diabetes؟ مهمه اذا موست كوملي هو كارديوفاسكولار ديث. معظم المصابين بمرض السكري يتوفون بسبب أمراض القلب، يصير عندهم جلطة قلبية، يموتون بالإنعاش. ما يموت هو بسبب السكر، يموت من الكارديوفاسكولار ديزيز. كيدني فيلر 10%، كانسر 10%. طبعا أكو ريسك، يعني أتين الدايبتيك بيشنز عندهم هاي إنسيدنس أوف مالينجنسي إن كومباريزن وذ نون دايبتيك بيشنز. إنفكشنز اللي هي سيفير لايك سيفير نيومونيا أو كوفيد 19 مثلا أو إلى آخره. DKA أقل من 1%. What are the factors that associated with increased mortality and morbidity in people with diabetes? Anybody can answer? Age. No. Yes. Okay. Yeah. What do you mean by age? And the extreme age. كبير كلش. Elder. Mm-hmm. واحد. اثنين. Sorry, diet. Internet. لا يعني واحد نعم شنو other risk factors العفو يمكن الدايت هماتين إذا واحد ما مسوي نفس الدايت بروتينيوريا بروتينيوريا يس ممكن بعد زين دكتور الديوريشن مع الديابيتس very good كل ما أطول كل ما مو poor immunity ممكن poor immunity like what يعني عند other like taking other... steroids okay. other disease يعني other disease okay اوكي تم الان تسجيل الغياب واعتبار الكويز هذا على درجه كامله من السعي نقدر حضوركم فهذا الكل عندهم درجه اضافيه على السعي صار يعني جزء من الخمسه احنا عاده 25 فهسه هذا واحد هذا اليوم كويز واحد هو فوق الميد احنا الميد فروم 25 بعد دكتور اذا كان كنترول اور نوت اوكي جينيتيك بريديسبوزيشن سو يس اكسلنت. Now look at the screen. Duration of diabetes. فترة طويلة سكر more complications. Early age at onset of diabetes. اللي يبدي سكره بال 28 سنة more liable for complications أكثر من اللي يبدي سكره بال 55 سنة. طبعا حاليا اكو evidence كلش قوي ده نشوف احنا حاليا بال trials وبال meetings اللي تصير كلام انه الناس اللي عندهم تايب 2 دايابيتس يانج يعني مثل واحد نقول عمره 18 سنه وصار بي تايب 2 مو تايب 1 لانه هو اوبيس وده في عمره هيستري هذا مور ليفل فور كومبليكيشنز ذان ذوز هو ديفلوب تايب 2 من عمره 60 سنه لانه الفتره صار اطول مد مور سيفير هاي جلايكيتد هيموغلوبين اي 1 سي سكر تراكمي عالي مور كومبليكيشنز هاي بلاد بريشر بروتينيوريا مايكروبينيوريا ديسليبيديميا اند obesity. Okay. So how can you prevent these complications? هل إنه هذه complications preventable or not? The answer for this usually had been answered by very famous landmark trials in the history of diabetes
which are the DCCT trial in type 1 and another study in type 2. So DCCT was a large study that usually lasted 10 years in type 1. And this trial demonstrated a 60% overall reduction in the risk of complications in those with intensive control, around 7% compared with the standard اللي هو ذاك الوقت هذا قديم الدراسة اللي هو 9%. The conclusion which can be drawn from this trial is complications are preventable. مضاعفات السكري بالإمكان تجنبها. هذا مهم جدا. ما تقول لك لا هو أتشك وتأخذ علاج وأول ثلاثة راح يصير بيك. لا. By this study it had been documented that the complications of diabetes are preventable. And the aim of the treatment should be near normal glucose. لأن نحاول أنه السكر يكون normal. هذا بالtype 1. بالtype 2, the largest study اسمها UKPDS, United Kingdom Prospective Diabetes Study, and has shown that the frequency of complications is lower and progression is slow with a good glycemic control. نفس الفكرة. لما عندك control جيد تقلل risk of complications beside the management of comorbidities مثلا hypertension. Okay. كل مرضى السكر نحتاج لهم نسوي لهم يعني intensive control ولا احنا اللي احنا نسميها التارجت. اكو ناس طبعا يعني بصراحة ما نحتاج نسوي لهم severe او strict control. احنا بدنا نحكي على A1C مثلا اكو ناس يحتاجون. اعطيكم مثلا 2 example او 3 example for type 1 for type 2. patient عمره 30 سنة صار له سنتين 30 سنة صار له 2 years type 2. هذا ايش قد لازم احصل له A1C target. الكيس الثانية عمره 55 سنة وصار له 10 سنوات سكر وما عنده complications هواية بس عنده hypertension مثلا فقط بس ما عنده فيلر وما عنده رتينوباثي إلى آخره. إيش قد الـ A1C نانا. وثالثا إنه مريض عمره 77 سنة عنده diabetes أيضا طبعا وعنده heart failure kidney failure وعنده أيضا severe hypoglycemia تصير عنده. إيش قد الـ A1C. Okay. Let's discuss with you. The first case, what do you think the target for A1C? 5.5. 5.5. من ده جواب 5.5. أحمد إبراهيم. أوكي. Another answer, another response. من بعدي suggestion. دكتور يعني مثلا اقول لي اسوي لي فولو اب كل 6 اشهر او كل سنه امنيه انا عندي سؤال محدد ايش قد الاي 1 سي بدي اقول لك شلون اسوي له فولو اب. هذا السؤال الاجاج البيشنت عمره 28 راحت 28 سنه 28 سنه وما عنده شيء بس هو صار له يعني زين صار له سنتين بسكر وما عنده كومبليكيشن. قلت دكتور ايش قد مالت تراكم لازم احصله. هنا احنا in this age group نقول عليهم نحاول ما يسمى بالستريكت او سترينجنت كنترول يعني تكون السيطرة الى حد ما يعني صارمة قدر الامكان لانه هذا شاب بعده فممكن عمره يطول عنده جزء بعد قدامه في 50 سنة يعيش فهذه الفترة تكون كافية سد كومبليكيشن فلازم ما تتارجت يكون خلينا نقول اقل من 6.5. اوكي بينما هذا الميدل ايج اللي هو افريج هذا 7. الالدرلي اللي هو يعني ممكن ما عنده بعد هواي فتره يعيش بها وعنده كومبليكيشن اخاف من الستريكت خاف هذا هايبوغلايسيميا هذا ممكن اراوند 8. اوكي هاي ان شاء الله بنناقشها بالمحاضره القادمه بس هذه حتى تعرفوها ايش وقت احنا نقول لس ستريكت وايش وقت يكون مور ستريكت بالاي ون سي كنترول. هاي اوكي مكتوبه عندكم less intensive in those population. طبعا ايضا ليش يسوون كنترول الليبيد يسوون كنترول البلد بريشر احنا نسميها ABC of diabetes
الاي بي سي اللي هو الاي هو الاي 1 سي، والبي بلد بريشر، والسي الكوليسترول. يعني مو بس فقط نعالج الدايابيتس، لازم البيشنت شود بي كنترول especially the comorbidities. For example, the use of angiotensin converting enzyme inhibitors for improving outcome in heart failure, in heart disease and diabetic nephropathy. إذا شوي نتكلم عن الريتينوباثي، طبعا الريتينوباثي هي the most common cause of blindness اللي تصير بالأدلس بسبب السكري طبعا. ولهذا نحتاج مثل ما احنا دائما قلت لكم عليها انه the patient with diabetes should have a regular examination of the fundi with pupils fully dilated, fully dilated, fully dilated is mandatory. كل واحد عنده سكري، كل واحد لكم أهله، ابن عمه، جده، أمه، أبوه عندهم سكر، سأله تقول له شو وقت آخر مرة سويت فحص الشبكية الكامل مع توسيع البؤبؤ عن طريق طبيب العيون؟ When was that؟ ما تقول له شو أنا عينك، يقول لك عيني خضراء يضحك عليك. لا، شو وقت فحصت عينك وشو وقت فحصت الشبكية؟ واي منهم بيروحون، من يروحون يرجعون with complications. فهذه النصيحة أنه لازم يسوي كل واحد عنده سكر التايب 1 أو تايب 2 لازم عندهم فحص الشبكية الكامل الشامل. أوكي، السكرينينج لهذا إحنا نحتاج سكرينينج for retinopathy in all patients with diabetes، خاصة اللي عندهم ريسك فاكتورز طبعا، مثلا إذا هو مثل ما قلنا شوي قلنا عنده early onset صار لفترة طويلة، عنده hypertension، هذول ممكن liable for more retinopathy. poor A1C، النساء الحوامل كلش مهم انه نتذكر هذا الشيء، انه المرأة البريجننت اللي عندها سكر سواء تايب 1 او تايب 2، طبعا مو جيستيشنال تايب 1 او تايب 2، هذا ايضا ممكن يسبب كومبليكيشن، ولهذا تحتاج انه تسوي سكرينينج ان بريجننسي كل ترايمستر. السموكر ايضا ريسك فاكتور فور ريتينوباثي، واللي عندهم مثلا عندهم نفروباثي، نفرو او ريتينوباثي. شفت الفحص يصير التايب 1 كل سنه، طبعا نبدي 5 سنوات من التشخيص ولا 5 سنوات، لأن يحتاج وقت بالنسبة للتايب 1. بالتايب 2 لا، أول ما هو شخص سكر سوي له كنترول للدايابيتس، ورأساً من صار زين يدزه مباشرة for annual for examination وتعيده كل سنة. pregnant lady قلنا before or soon after conception و at least every 3 months. مهم جداً موضوع الريتينوباثي. النفروباثي أيضاً مهم جداً، لازم البيشنت يحتاج follow up، يحتاج detection of نفروباثي، لأنه ليش؟ لأنه النفروباثي هي أيضاً a cause for end stage kidney disease، خاصاً يعني 30% of type 1 ممكن صار عندهم نفروباثي وراء 20 سنة. مايكروألبومينوريا هي هنا an important indicator، أعتقد أننا حكيناها قبل شوية وأنتم صرتوا familiar with هذا الترم. مايكروألبومينوريا هي risk factor for the development of diabetic nephropathy. It is an indicator of nephropathy. The majority of people, إذا صار عنده albuminuria, will progress to overt nephropathy within 10 years, especially in type 1. The type 2, النفروباثي, عفوا الالبومينوريا, less reliable لأنه ممكن caused by other causes. Then تعرفون, type 2 عنده other disease, جزء عنده hypertension, جزء عنده other complication, ما لها علاقة بالسكر. فالالبومينوريا ممكن تصير due to نفروباثي، ممكن تصير due to other cause. شو أنا أفرق بالتايب 2؟ أفحص عينه أيضا، أسوي الفندوسكوب. الفندوسكوب إذا طلع أيضا ريتينوباثي معناه هذه كلها it is one pathology. The presence of microalbuminuria in patients with type 2 diabetes is associated with increased risk of macrovascular. ما يعرفون شو الربط، بس هو هذا it is documented إنه إذا أجاك مريض مريض حجي حمودي سعدون عمره 68 سنة عنده دايابيتس، جاك مسوي ألبومينوريا طلع عنده بوزيتيف، فممكن حجي حمودي يصير عنده ام اي ورا فترة، لأن اكو كورليشن ما بين الألبومينوريا وما بين الماكروفاسكولار ديزيز. طبعا التشينجز اللي يصير يعني هاي مو مهمة، بس واحد لازم بس يعرفها، انه يصير ثيكنينج اوف ذا جلوميرولار بيسمنت ممبرين، وبعدين يصير اكوميليشن اوف ماتريكس فقط بالاطلاع هذه، وبعدين يصير عندهم جلوميرولوسكلروس اللي يسمونها فاجنرز جرانيولوما، تبين على شكل هذه بروتينوريا. نشوف هنا بالتايب 1 بالبدايه، طبعا هذا الكيرف شوفوا ما عندهم هايبر فلتريشن، بالعكس ما عندهم جي اف ار عالي، هاي بالبدايه اول 10 سنوات هايبر فلتريشن،
لكنه with time يصير declining. في نفس الوقت إذا تشوفون أنه الكرياتينين يصعد والبيشنت بالبداية أول 10 سنوات عنده مايكروبينوريا، بعدين يصير عنده نفروتك رينج، بعدين يصير عنده هيفي بروتينوريا. أوكي سوري، أول شيء يبدي مايكرو، بعدين ماكرو، بعدين يصير فرانك، بعدين يصير نفروتك رينج نوريا. إيش قد النورمال؟ إيش قد النورمال البروتين؟ إحنا طبعًا شلون نسوي تيست فور نفروباثي؟ ما نسوي هذا الجنرال يورين إكزامينيشن. أنت إذا تقول له طبعًا عندك بروتين يورين، لا تجز الجنرال يورين، هذا إنه راح جاست ديتكت مايكرو ألبومينوريا، هذا ما راح يفيدك. أنت تريد ديتكت إيرلي، تريد تعرف أكو لو ماكو مايكرو ألبومينوريا، وهذا اللي يفيدك. فعادة نسوي لهم التيست اللي إحنا نسميه، أما نسوي لهم ألبومين كراتينين ريشيو اللي هي هذه ألبومين كراتين ريشيو ال ACR، أو ألبومين سكريشن ريت، أو نسوي كولكشن شوية صعب بس هذا مفيد. نقول أجمع اليورين 24 ساعة، المفروض نورمالي يطلع عندي أقل من 30 ملغرام بروتين بال 24 ساعة، هذا نورمال. هاي مهمة الأرقام. إذا جمعت الإدرا 24 ساعة وطلع عندك الألبومين مثلا طلع عندك 200 اللي هو ما بين 30 ولا 300، هذا نسميه مايكرو، مايكرو بالآي. إذا لا والله جمعت الإدرار وطلع عنده الكمية البروتين باليورين 24 ساعة طلعت مثلا 500 ملغرام، معناها أكثر من 300، هذا نسميه شنو؟ نسميه ماكرو ألبومينوريا أو فرانك بروتينوريا. أرقام مهمة، أقل من 30 نورمال، شنو 30؟ 30 ملغرام per 24 hour بروتين أجمع الإدرار للبيشنت، بين 30 إلى 300 هذا مايكرو، فوق ال 300 ملغرام بال 24 ساعة هذا ماكرو أو فرانك بروتينوريا. طبعا أكيد ريسك فاكتورز أيضا أكيد أتوقع أن الغالبية منكم راح يعني يجاوب صح، أنه يقول poor control، يسوي لك نفروباثي، long duration of diabetes، presence of other microvascular complications، التدخين، الهايبرتنشن، الفاميلي هيستوري، اكو فاميليز عندهم كلهم عندهم كومبليكيشن. شوف خطيه في 3 اولاد او 3 بنات كلهم صايرين، كلهم يشوفون بلايند، كلهم عندهم كلهم اون دياليسيس، مرات اتران ان فاميليز تو جينيتيك سستيبيليتي. فاذا يو شود اولويز سكرين فور نيفروباثي ان بيشنت اوف تايب 1 كل سنه، قلنا نبدأ من 5 سنوات. بينما بالتايب 2 شو كنت نسوي السكرين at the time مثل الريتينوباثي. التايب 2 لأنه قلنا long duration at onset you should screen for nephropathy and retinopathy at onset. بينما يعني ما ننتظر، بينما بالتايب 1 عادة 5 سنوات حتى نسوي screening for retino and nephropathy. وعرفنا شو نسوي يعني بالريتينوباثي، قلنا نسوي direct eye examination، وبالنفروباثي عرفنا نسوي لهم البومين كراتين ريشيو او البومين اكسكريشن ريت، او اذا ما كشكش ما عندنا نسوي لهم 24 اور يورينري كولكشن فور بروتين. ما ننسى طبعا مرات الاكسرسايز، السخونه، الهارت ديزيز، هم يسوي لك البومين. فواحد ينتبه، مو رسم يطلع على بلس يتفرق اللي عندك البومينوريت، تاكد انه ما عنده، واكد دائما كونفيرم دائما ايجا مرتين تاكد انه فعلا هو عنده البومينوريا. وطبعا اذا طلع عنده البومينوريا تحتاج مانجمنت من خلال انه الانتنسيف كنترول، ستريكت بلد بريشر كنترول، ضغط لازم يكون دائما عاده بلو 130/80، اند ايفن مرات البعض يقول لك لا 120/70 من اللي عنده نفروباثي باي يوزنج ايس انهيبيتر. سو اف يو هاف ا كيس وذ دايابيتس اند نفروباثي اند ذا كويستشن واز وات يو شود تشوز to control hypertension, here the answer will be ACE inhibitors, the first choice. Unless there is contraindication for ACE inhibitors, like, for example, severe kidney impairment or hyperkalemia. Dyslipidemia also should be treated in those with nephropathy. And recently, the use of SGLT2 inhibitors حالياً أيضاً يعتبر as considered as therapy for CKD, which means chronic kidney disease. Okay, so the choice will be ACE inhibitors or angiotensin 2 receptor antagonist or non-dihydropyridine calcium antagonist. شنو دول الثلاثة؟
والثلاثة هما used for hypertension in patients with diabetes واللي عنده albuminuria because this class of medications proved to reduce the risk of progression to diabetic nephropathy by reduction of the albuminuria. أعتقد واضحة. طبعا لما عندك واحد عنده سكر وده يصير kidney impairment يصعد الكرياتينين وده يقل عنده GFR المتفورمين لازم يتوقف especially لما GFR هذا نسميه estimated glomerular filtration rate below 30 we should stop metformin. Metformin should not be used with low GFR. وأيضا السلفنيلوريا عادة راح نستخدم الشورت أكتين لأنه بها risk of hypoglycemia. فلما the patient develop kidney disease لا ننسى ممكن they may develop the hypoglycemia. Okay. What about neuropathy? اللي هي third microvascular complications. طبعا هاي common هو أكيد يسمعون patient يشكي من neuropathy حوالي 50%. وهي أيضا طبعا correlate with the duration of diabetes. كل ما السكر أطول كل ما النيفروباثي أكثر والنيوروباثي أكثر. وأيضا ممكن the obese people لهم أكثر risk for development of neuropathy plus smoking. نقول لها لا تدخن لأنه التدخين يعني البارحة اجاني البيشنت يقول لي انا ادخن ليش ادخن قال لي لانه يقولون يمنع الكورونا قلت له اوكي يعني تمنع الكورونا بس ما يخالف يصير عندك سرطان الرئه من الجيجاير اوكي جو اهيد ذا بريزنس اوف كارديوفاسكولار ديزيز اليفيتد تي جي معناها ترايجليسرايدز اند هايبرتنشن از اولسو اسوشيتد وذ دايابيتيك بريفرال نيوروباثي الكلاسيفيكيشن اوف نيوروباثي هي سوماتيك like polyneuropathy يحسون انه عندهم mainly sensory and distal pain and paresthesia and numbness رجلة خضرامة ما يقدر يحس بيها يتقرصه دنابيس يمشي على دنابيس يمشي على نار يمشي على جمر هكلها يقول يحس كان مريض اقرب دي يقرصها ما ينام بالليل مرات ما يحس بيها مرات يعني يزعل مالة الشحاطة ما يدري بيها يمشي حافي ما يعرف ما يحس ولهذا شوفه ممكن انه يصير عنده diabetic foot ulceration ويدب نفسه اصلا ينطخ وينشك ويدب نفسه هذا لانه symmetrical sensory بتكون distal بينما اذا كان asymmetrical تكون عادة motor مثل الاميوتروفي مرات يصير mononeuropathy like for example cranial infection the other type of neuropathy هو الautonomic ممكن cardiovascular, GIT عندهم نفخة, dysphagia الى اخره gustatory wasting شنو هاي هاي عنده sweating لما يسوي tasting food هذا ايضا due to autonomic neuropathy شوفه من يعني مثل يتذوق الاكله راسه يعرق rectal dysfunction impotence recurrent infection these are visceral complications the diabetic neuropathies is either progressive يعني كل ما يجيها فتره هي راح تصير more worse and worse لكن اكو بيها recovery والبعض مالت هذا سؤال دائما تقليدي منه البروغريسيف ومنه الريكفرد يعني ترانزيانت عادة الديفيوز بولينيوروباثي اللي هو قلنا عليه قبل شوية السوماتيك اللي هو السيمتريكال سنسري هذا عادة بروغريسيف هذا ما بي it is not reversible هذا permanent وأيضا الأوتونوميك نيوروباثي permanent بينما المونونيوروباثي إذا عنده مثلا صار عنده بس الثيرد نيرف جاك توسيز مثلا هذا يرجع تقول يرجع جاك فشل نيرف يرجع أو عنده فيمورال نيوروباثي radiculopathy or cranial palsies هذا عادة irreversible هذا تحفظوها فقلنا انه السينس سيمتومز يصير عندهم gradual loss of integrity of these fibers for example loss of vibration sensation loss of impairment of pain light touch الى اخره decrease absent ankle reflex how can we screen for neuropathy okay If you want to screen for neuropathy, you should يجب أن تتصل برقم المجاني 10-1-2-8. شنو هذا رقم المجاني 10-1-2-8؟ التردد مع مونوفيلمنت. هاي العشرة. Excellent. والواحد 2-8 شنو؟ أعتقد ال vibration مع ال tuning fork. Excellent. Excellent. Okay. إذن المفروض أنت تتصل بالرقم المجاني 10-1-2-8 هذه فقط جوكينج انت اللي راح تسوي مونوفيلمنت تيست اللي هو 10 جيج او البعض يسميه 10 جرام 10 جي المونوفيلمنت
او تسوي فايبريشن 120 هرتز. اوكي نشوف هسه المونوفيلمنت اسرا لكم اياه. هذا المونوفيلمنت هو ذا تشوفوه عباره عن فايبر يعني عباره عن نايلونه, وهذا هو التونيك فورك. المونوفيلمنت هذا النايلون نخليها على ذيس ريجنز يعني بيج تو والميتاتارسل والانسول والهيل, ونقول للمريض نخليها طبعا هي عباره عن ثانيتين اضغطها على السكن هي راح يصير بيها بيندينج وهو مغمض عينه افتر ديمونستريشن بعد ما علمه على الطريقه يعني خلي مثال اقول له هسه تحس بها ولا هسه اذا مثلا 6 من 10 ما حسها معناها عنده امبيرد مونوفيلمنت تيست and this impairment will signify a future risk of diabetic foot ulceration, which is very important test to predict the risk of a future ulcer. ما يحس فهذا at risk of ulceration and diabetic foot infection. How can we treat diabetic neuropathy? أكيد as in general كما هي بالقواعد العامة early treatment. Okay, tight معناها tight معناها strict معناها stringent. السيطرة الصارمة المكثفة على السكر. ريسك فاكتورز نعالجها أيضا هايبرتنشن الإليفيشن أوف تريجلسيرايد أيضا نتجنب النيوروتوكسين خاصة الكحول والسموكينج مرات نعطيهم سبلمنتيشن إذا عندهم ديفيشنسي طبعا مو هيك نعطيهم عمياوي فور بوسيبل ديفيشنسي سبيشالي بي 12 أند فوليت وممكن مرات نستخدم تريتمنت فور بين مثل الأمتريبتولين والدلوكسيتين والبري جابلين ما اعرف ليش ناسي ما كاتب لكم اياه. انتي جابلين هو ذا كومونلي يوز طبعا. انتي كونفلسنت ممكن جابنتين هم كومونلي يوز او كاريمازابين. ذيس ار جاست تو ريليف ذا بين. زين هو منهم يجوكم جاستروباريسيز اهل السكر يقول لك ما في تنفخ ممكن تنصحها تقول له سمول مور فريكوانت ميلز او كان وي يوز دوبامين اجانست لايك ميتوبروبرامايد اند دومبريدون او اريثرومايسين. What's the diagnosis? This is unique skin manifestation called necrobiosis lapodica, which is usually occur just in only 1% of patients with type 1 diabetes. But if this present, you can say that this is commonly caused 99% of diabetes. يعني إذا تشوف هسه هذه راح أنت تقول most likely this is due to type 1. بس إذا خلت 100 واحد عندهم diabetes تلقى بس واحد عنده. It is rare necrobiosis lapodica. What's this sign? Quiz? Prior sign. تقول له اطبق ايدك ثنتين راح يصير عنده هذه. شوفوا انه عنده failure of extension. اصابعه بس كل واحد من عندكم هو قاعد يسوي هاي الحركه شوف ايدك طابقه كامله هو لا يعني صار عنده مثل يعني دايموند هذا البنوس دايموند مفتوحه ايده من هنا لانه ما طابقه كلها لانه الانتر فالنجيال جوينتس افكتد ففيلر تو اكستند فولي. اوكي ذس از اي ثينك اسميها اسمناها براير ساين. هي هذه طبعا براير يعني مثل السلام الهندي براير ساين اند ذس از ثيكنينج اوف ذا سكن ان دايابيتس due to excessive glycation of collagen. And the prior sign, the patient cannot oppose, make the رقابل, يعني, so we oppose of palmar surface of two hands. It highlights, here to act limitation in joint mobility that can lead to abnormal pressure. Okay, with increased risk of ulceration. طبعا diabetic foot, it is a frequent site for complications. والإيتيولوجي نعرفها أنه mostly due to ulceration as a result of trauma اللي mostly هي neuropathic بس ممكن تكون أيضا peripheral vascular disease أيضا and most ulcers develop at the site of plaque إذا عنده هو plaque أو عنده callus عنده يعني مسمار بالإصبع مالته and multiple components are involved يعني وعادة من diabetic foot من يجينا البيشنت هو عنده more than one pathology multifactorial but commonly poor control عادة عنده تروما سابقا قبل عنده risk of diabetic foot سابقا و usually neuropathic and also peripheral vascular disease. Ischemia alone account for minority of foot ulcer in diabetic patients
with most being either neuropathic or neuroischemic. الغالبية هم combined. وتشوفون هذه these are the peripheral neuropathy, هذا peripheral heart disease, charcot foot or neuropathic ulcer or clawing of the. هذا طبعا السلايد هو حتى تعرف شلون تعلم المريض ال care of the foot of the feet in patients with diabetes. For all diabetic patients, you will inspect the feet every day, wash the feet every day, moisture skin if dry, cut or file toenails regularly. ما يقص هذا المدري شنو بشغلات أو بشكل يعني irregular أعوج راح تطب باللحم ويسوي لي بعدين مشكلة. Change socks or stockings. موضوع الجواريب. ما يمشي حافي. Avoid walking barefoot. Avoid walking barefoot. ما يمشي بشكل حافي حتى بالبيت طبعا. احنا هنا شو يسوون مثلا تعرفون مرات يمشي حافي اذا القاع حارة هسه تموز واب ينشوي طبعا هاي شايفيها احنا يجي تجي رجله محروقة يعني ما يدري هو ما يحس بيها شروب يشوف رجله كلها صايرة بيها او مثلا يطبخ مرات يطبخون يقع عليها الجمر مثلا يمشي هواية بدون يعني ما يعرف شلون يمشي شو يلبس ما يلبس او مثلا بالماء الحار بالحمام وذب عليه ماء حار تشوت رجله ما يحس بيها. There should wear suitable well fitting shoes. مو اي شيء يلبس. ومثل ما قلنا قبل شويه avoid over the counter corn شغلات اللي ياخذها من كيفه. Finally, what is dyslipidemia in diabetes? Individuals with diabetes may have several forms of dyslipidemia. Lipid abnormalities should be assessed aggressively and treated as part of comprehensive diabetes care. What is the most common pattern of dyslipidemia in diabetes? Let's see. What is the most common pattern of diabetic dyslipidemia? High LDL or low HDL. يعني مفيد يقل. Well, dangerous, well, you said. Okay, let's see other response. Who can answer? The question is triglyceride. Okay, you can raise your hands and tell your answer. يصعد السيرم triglyceride كما يقول إبراهيم عماد ومحمد عماد, تفضل. هو قصد triglyceridemia. نعم. Okay, other response. So you are right. The most common pattern of dyslipidemia is high TG and low HDL. This is the common pattern. The common pattern is high serum triglyceride, low HDL. What about the LDL in diabetic? The LDL usually, even if it is normal, حتى إذا كان normal, اللي هو طبعاً نعرفه هو LDL, هو the يعني الدهون الضارة, low density lipoproteins. Even if it is normal, usually it is of small particles and dense particles. As a result, it is more atherogenic in diabetes. So don't be happy when your patient has a normal LDL. This is not the end of the story. Even the LDL is normal. It is more dense. It is more atherogenic in those with diabetes. But this is the common pattern. Why? Because type 2 diabetes, for example, is a part of metabolic syndrome due to obesity. So, it's very important to test for lipids for every patient with type 2 and even those with type 1 after 10 years of the diagnosis. And nowadays, reduction of LDL to a target, it is the standard of care for dyslipidemia. Our target should be the LDL and then the non-HDL.
اللي هو نقسم التوتال ناقصنا ال HDL يطلع لي non HDL. And then we can check for example others parameters like for example the triglyceride. But the priority should be to the LDL. The drug of choice to lower the LDL is قبل لها بس احنا how to test طبعا عادة based fasting نسمي lipid profile بس مو دائما طبعا ممكن اذا هو المريض ماكل نشيك اللبن ال LDL لكن الترايسرايد يحتاج يكون fasting. If it is elevated احنا عادة انا اريد التارجت اقل من 100 ملي جرام بالنسبة لل LDL طبعا. فاذا كان more than usually يحتاجون statins for LDL. And nowadays it is recommended that every patient with type 2 diabetes above the age of 40 should have statins because it's shown to reduce the cardiovascular death outcome. أي واحد سكر النوع الثاني عمره 40 سنة فما فقط يحتاج statins. يبقى إحنا نسوي لهم تيست حتى نحدد الدوز. شقد الدوز؟ بعد أنهم طبعا ندخلهم ضمن risk score certification شوفوا هو شنو high risk low risk وأعطي statin بس ممكن أعطي 20 ممكن أعطي 40 حسب النوع الستاتين طبعا. هذا LDL زين. طبعا التريجليسرايد عادة نتلت مانتا مو دائما نعالجها إذا كان very high level أكثر من 500 نستخدم حاليا إحنا ما يسمى بالهايلي the drug of choice هو highly purified omega 3 or fibrate. فهذا طبعا هي الموست كوملي يعني مانجمنت فور ديسبيديميا. طبعا اكو اذر ثيرابي حاليا يعني موجوده ريسنتلي تو كنترول ذوز هو ار ستيل اوت اوف كنترول اولدو ذي ار اون ستاتينز. مثلا كاسماء مثل عندنا الازيتيمايد ايضا كان يوز تو ريدوس ذا ال تي ال. اند ريسنتلي اكو غير ادويه بس ايضا المشهور هي ال PCSK9 inhibitors ايضا حالا تستخدم to reduce the LDL and to reduce the cardiovascular mortality. So دكتور priorities. نعم بس سؤال بالمانجمنت مال MI هو يقول انه give statins despite of the lipid profile. فذولا إذا patient diabetic who is already on statins أنطي ذولا الدرجز اللي بالنهاية لو أزيد I can understand your question. So you have patients with diabetes on statin already but develop established for example myocardial infarction and in this example you should lower the LDL more and more. For example below 55 مثلا هنا احنا اكو فرق بالارقام بس مو شغلكم هذا بس انا اريد اقل من 100 بس من عنده هو established لازم يكون اقل من 55. فاذا هو على high dose statins we still the LDL not at target yes you are true I will combine with the others like statin plus ezetimib or statins plus PCSK9 inhibitors that's true in those people. Otherwise, اللي هو فقط عنده diabetes بس diabetes عنده ما عنده مشاكل ما عنده ischemia ما عنده شيء أنا بس أعطي statin على متقدم الأبدال جو المية. إذا عنده diabetes plus risk factors مثل عنده بس hypertension و obesity و diabetes بس ما عنده MI ما عنده جرطة ما عنده يعني صار عنده ischemic heart ما عنده angina ما عنده نسبة angina ممكن جو السبعين. إذا لا established جاك عنده type 2 ومسوي كبج تتبوع على الشيس مالته عنده scar مال كبج هنا لازم تقول أنا لازم أخلي الأبدال أقل من 55. فممكن إذا هو not reach I should combine initial therapy for all forms of dyslipidemia should include dietary changes and I mean طبعا نوصيهم باللايفستايل والإكسرسايز والدايت as well as same lifestyle modification recommended in the non-diabetic population smoking cessation blood pressure control weight loss and decreased physical activity. The dietary recommendation include increase monounsaturated fat and carbohydrate نقلل reduce saturated fats and cholesterol. Drug of choice هو قلنا عليه اللي هو statins اللي هي HMG coenzyme acetyl-CoA reductase inhibitors اللي احنا سميناها statins اختصارا
like the rosuvastatin or atorvastatin. The target lipid in diabetic patients more than 40 years without, اللي ما عنده الالديال يكون جوا ال 100، بس قلنا اذا عنده ريسك فاكتورز يكون شقد؟ قلنا اقل من 70. هاي اذا عنده ريسك فاكتور دايابيتس. اذا لا عنده استابليشت راح يكون اقل من 55. هذا اذا هو استابليشت، عنده صار عنده جلطه او عنده صار يعني ذبحه. الاتش دي ال اكثر من 40 صاعده، بس طبعا الميديكيشنز هو الاتش دي ال حاليا قليل استخدامها، يعني هو الى حد ما there is failure in this aspect. التريجلسرايد وايد يستخدمون بالعراق الفايبريت كلش، يعني this is not only always diagnosis. الى عند استابليش هارت ديزيز ممكن تعطي كومبينيشن وين ستاتين، تعطيونه اوميجا 3 يعني اللي هو مو اوميجا 3 هذا العادي، لا خاص يسمونه هايلي بوريفايد، هايلي بوريفايد لايكلي باي سيبا مثلا اور فينوفايبريت. اوكي ثانك يو فيري ماتش. لا حد يطلع، راح اسجل غياب. اف يو have any comment or question on this important presentation, you can review it. It is simple but need time to recall it. من عنده سؤال أو comment؟